السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنعمل تلبيسة مصحف. طبعا الأشياء اللي حنحتاجها: عندي خيط أليزة بهار، هذا الخيط قطن 100%، موجودة التعليمات فيه أنه الإبرة من 2 إلى 4. أنا حستخدم هذه الإبرة اللي مقاسها حنشوف رقم 3. هذه الإبرة المناسبة لعمل غلاف المصحف والمناسبة للخيط أليزة بهار هي رقم 3. حنحتاج أيضا إبرة تنظيف عشان ننظف عملنا ومقص. حنبدأ بسم الله. طبعا ناخد مقاسات المصحف. أول حاجة نبدأ بالعرض، حنشوفها 14 سنتي ونضرب باتنين، معناها حنعمل سلاسل بطول 28. ثم حشوف الطول 20 سنتي، معناها حنعمل أعمدة بطول 20 سنتي. مثل ما تعودنا ناخذ الخيط من الداخل علشان حنبدأ نعمل عدد من السلاسل. طبعا حنعمل عدد من السلاسل بطول 28 سنتي، طلعت معايا أنا 70 غرزة وحزيد 3. الآن عندي 70 سلسلة اللي بطول 28 سنتي، قمت بطيها حتى فقط أتأكد من عرض المصحف، ثم أضيف على 70 سلسلة 3 سلاسل، يعني المجموع الكلي 73 سلسلة، ثم أبدأ بالخطوة الجديدة. طبعا في الخطوة اللي قبل عملنا 70 سلسلة اللي هي بطول 28 سنتي، حضيف الآن 3 سلاسل عشان يكون المجموع النهائي عندي 73 سلسلة. ثم ألف الخيط على الإبرة وأدخل في 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، عشان أكون أول عمود. هذا العمود الثاني. طبعا العمود الأول هي 3 سلاسل، ثم العمود الثاني اللي هو هذا، ثم أعمل أعمدة في جميع السلاسل، فحتكون في النهاية عندي 70 عمود بلفة. كيف العمود؟ العمود بلفة هي أني أنا أخذ لفة على الخيط، ثم أدخل في السلسلة وأخذ لفة على الخيط وأخرج، فحيكون عندي 3 لفات. ألف الخيط وأخرج من تنتين، وألف الخيط وأخرج من لفتين تانية. أعيد آخر مرة، ألف الخيط على الإبرة، أدخل في السلسلة، ألف الخيط، يكون عندي 3 لفات. ألف الخيط أخرج من تنتين، وألف الخيط وأخرج من تنتين، تكون عندي الآن حنكمل إلى 70 عمود ونرجع لكم. هنا اشتغلنا 70 عمود بلفة في جميع السلاسل 70. الآن نبغى نتأكد هل عملنا صح ولا لا. إما نطوي القطعة ونشوف هل طولها مناسب، فقط من هنا إلى هنا هي اللي هي 14 سنتي. طيب إذا الوحدة تبغى تتأكد على دوران المصحف، أجي أتأكد هل هذا العرض مناسب أم لا. طبعا الخيط يتمدد، فأنا اللي عملت 70 سلسلة هذه مناسبة جدا للغلاف. لاحظ طبعا هو مع الأيام حيتمدد الخيط، فأنا عملت فقط 14 سنتي هذه، ما عملت هنا قست كامل الدوران، لا أنا بس قست هذا الوجه فقط 14، ضربته باثنين، ما قست هذه ولا اللي ورا. هاي 3 سنتي استبعدتها لأنه الخيط حيتمدد. طبعا كيف حنبدأ السطر الثاني حنشوف مع بعض. أنا عندي هنا خلصت الأعمدة اللي في السطر الأول، لاحظ هذه الأعمدة
اللي بالسطر الأول. الآن أبدأ السطر الثاني، إيش أسوي؟ أعمل أول حاجة 3 سلاسل، ثم ألف الشغل عشان أبدأ السطر الثاني. هعمل العمود الثاني، حلف الخيط حول الإبرة وحدخل في ثاني سلسلة اللي هذه، حدخل من تحتها، حكون أول ثاني عمود، ألف الخيط، أخرج من تنتين، ثم ألف الخيط وأخرج من تنتين، أشوف يلا العمود الثالث، ألف الخيط حول الإبرة، أدخل داخل هاي السلسلة، ألف الخيط حول الإبرة، أخرج. الآن عندي 3 لفات، ألف الخيط حول الإبرة، أخرج من تنتين، ألف الخيط حول الإبرة وأخرج من التنتين، تكون عندي العمود الثالث، وهكذا إلى نهاية السطر. حتكون عندي 70 عمود بلفة. حنشوف عندي هنا أنا كملت مجموعة، هنا طبعا وصلنا إلى نصف الغلاف. نلاحظ أعمدة متتالية، صفوف متتالية إلى أن يكتمل 20 سنتي بطول المصحف. هنشوف الخطوة الثانية إيش حنعمل. نلاحظ هنا التلبيسة خلصناها، طبعا عملنا سلاسل، نعيد سلاسل بطول 28 سنتي، وعملنا صفوف بطول 20 سنتي، طلع عندي هنا 21 صف. أتأكد في الغلاف هل هو طلع مناسب أم لا. ألف على القرآن، نلاحظ أنه الغلاف مناسب، لكن هحتاج حاجة بس بسيطة للغلاف. الغلاف اللي أنا أبغى أصنعه، هذا الغلاف لازم حاشية هنا تمسكه. طيب كيف حعمل؟ عملت 2 بنفس الطول، والعرض اللي هنا 15 سلسلة، وعملت 15 عمود، يعني بدأت 15 سلسلة زائدا 3 سلاسل، فصار المجموع 18. دخلت في 5 سلسلة علشان أو أكمل الأعمدة، فطلع عندي هنا العرض هي 15 عمود، والطول 21، ماذا؟ 21 صف. حمسك هذه الحاشية مع هذه، حيتكون عندي الغلاف سواء من الأمام أو من الخلف. سوينا 2، حنشوف كيف حنثبتهم بلون مخالف. لكن قبل ما نثبتهم، أولا لازم تفهمي أنه مثلا عشان تعرفي وين الأمام وين الخلف، هذه من هنا من الغرز بيبان أنه عندي هنا هذا الأمام، ومن هنا الغرز بتبان عندي هنا الظهر. الآن أحط القطعة بهذا الشكل، أثبت الحاشية الأولى، أشوف هنا عندي هذا الظهر وهذا الأمام، صح؟ أهو من هنا من البداية اللي أنت اشتغلتيها، هذا الظهر، الظهر مع الظهر، هذا الأول ثم الثاني، عندي الظهر مع الظهر، هذا الثاني. طيب كيف أثبته؟ هجيب 4 خيوط صغيرة، هعمل عقدة، هعمل عقدة هنا، عقدة هنا، عقدة هنا، عقدة هنا، علشان يكون سهل علي طريقة التثبيت. طيب كيف حنعمل العقدة؟ تحسبي من هنا 15 وتثبتي، هذه أصلا 15، هذه معروفة 15، لكن هنا تحسبي 15 في الغلاف نفسه. حاجي أحسب 15، 1 2 3 4 6 8 10 12 14 15، هاي 15 أدخل الإبرة وأدخل هنا، وأجي أجيب هذا الخيط
وأدخله بحيث أني أثبت فقط. هذه بس علامات، إما تعمليها بالبنس أو في بيجي بلاستيك، أنا أقدر أعمل بالخيط إذا ما عندي. هاي عقدة، خلصت، هاي 15. نيجي الجهة الثانية نفس الشيء، حتحسبي 15 2 4 6 8 10 12 14 15. هذه 15، وهنا في النهاية كانت 15. حجيب الخيط وأثبت. طبعا لما أجي أثبت حربط الخيط. وهنا أربط. طبعا حعمل الجهة الثانية وأرجع لكم. طبعا نلاحظ ثبتنا الحاشية من الجهات الأربع. الآن هذا الخلف حقلب الشغل، عشان أنا حشتغل في الأمام غرز حشو. حجيب خيط مخالف، أنا اخترت أليزا بهار اللي هو نفس التلبيسة بس لون أبيض. حعمل الحاشية، حستخدم بالحاشية حستخدم ماذا؟ إيش من غرز؟ غرزة الحشو. حنبدأ مي من الطرف، هشتغل طبعا داير ميدون. حنمسك الطرف عندي هنا، الطرف هذا مع الطرف في الحاشية، وحدخل الخيط. وأبدأ أعمل ربطة. طبعا ليش أفضل ربطة؟ علشان مع استخدام يعني التلبيسة كثرة استخدامها، أنا ما أبغى العقدة أو هذه تنفك الغرزة معايا مع كثرة الاستخدام، فأعمل الربطة تثبيت. أدخل الإبرة مرة تانية في نفس المكان. طبعا هذه الخيوط الزايدة أدخلها معايا في الشغل. حنبدأ غرز حشو. طبعا أول شيء حاخد بس نلاحظ حلف الخيط وأخرج بغرزة، لسه ما عملت غرزة الحشو. الآن كيف غرزة الحشو؟ هعمل هنا غرزة حشو وهعمل كم غرز حشو. كيف هعمل غرزة الحشو؟ أدخل أسوي سلسلة بالأول، ثم أدخل في نفس المكان الإبرة، ألف الخيط على الإبرة وأخرج. صار عندي لفتين، ألف الخيط وأخرج من التنتين. هاي أول غرزة حشو. الآن الثانية نلاحظ عندي هذه مع اللي ورا، يعني أروح للغرزة اللي بعدها الثانية، هذه مع في الخلف، أعمل غرزة حشو. يلا هذه مع اللي بالخلف. طبعا الخيط ماشي معاكي، هذه الخيط خليه معاكي ماشي في العمل، بيختفي الخيوط الزايدة. لاحظي الين ما اكمل 15 عمود، اللي هي اني انا اثبت الغلاف مع الحاشية. لاحظي بس غرز حشو. طبعا في كل غرزة عمود أعمل غرزة حشو. لاحظ هاي الخيوط تقدري تدخليها للداخل وأجي أثبت كل عمود مع العمود الخلفي اللي موجود في الحاشية، عمود من
التلبيسة مع عمود في الخلف، عمود مع التلبيسة، عمود بالخلف، لين ما نوصل عند مين؟ عند هذه. هذه دحين حنخرجها، حنستغني عنه. أنا عملت الربطة فقط حتى نعرف. هاي هذه آخر غرزة، خلاص أشيل هذه، أشيله. هذه آخر غرزة مع رقم 15 في الخلف. الآن أمشي غرز حشو إلى أن أصل إلى نصف، ماذا؟ نصف الغلاف. أشوف وين نصف الغلاف. أيضا أستعين بنفس الخيط حتى أعرف وين نصف. لاحظي ثبتي هنا الحاشية مع الحاشية كأنه، ونشوف وين نصف الغلاف. هنا النص، تمام. أثبت الخيط مرة تانية هنا إلى النص علشان حوريكم إيش حنعمل. هذا النص، أربط. طبعا عند النص حنسوي الفاصل، أوصل لما عند النص غرز حشو، هذه غرز حشو، وصلنا عند النص. حنعمل الفاصل اللي لما نوصل عند الصورة اللي نبغاها يكون الفاصل من الغلاف نفسه. الآن حوصل النص، صح. أشيل هذا الخيط، أستغني عنه، وأجي أعمل غرزة حشو، ثم أعمل 55 سلسلة. 2 4 6 8 10 12 50، بعدين 1 2 3 4 5، صار عندي 55. الآن أزيد كمان 5 تانين، حنشوف إيش حنعمل. طبعا بس عشان أوريكم، شوفي أهي هذا الفاصل. الآن إيش حنعمل؟ حزيد 6، 1 2 3 4 5 6، هعمل وردة. حاجي هنا هاي 6، حاجي عند 1 2 3 4 5 6، وهعمل غرزة منزلقة كأنه كونت حلقة دائرة. الآن إيش أسوي؟ الآن حعمل الوردة. كيف حنعمل الوردة؟ حرتفع 3 سلاسل، ثم أعمل في الحلقة عمود بلفة، 1 2، بعدين 3 سلاسل، وأروح للحلقة وأسكر بغرزة منزلقة، ثم أرتفع 3 سلاسل، أعمل 2 عمود بلفة، 1 2، ثم 3 سلاسل، وأدخل لداخل ماذا؟ الحلقة، وأعمل غرزة منزلقة. عملت الآن بتلتين، 1 2 3، أرتفع 3 سلاسل، ثم أعمل 2 عمود بلفة، 1 2، أسكر 3 سلاسل، ثم أدخل في الحلقة بغرزة منزلقة، أرتفع 3 سلاسل، أعمل 2 عمود بلفة، 1 2، ثم 3 سلاسل، وأسكر بغرزة منزلقة. آخر بتلة
ثلاث سلاسل، اثنين عمود بلفة، ثم ثلاث سلاسل وأسكر، وتكونت عندي الوردة اللي هي من كم بتلة؟ من خمس بتلات. ثم ارتفع الآن من هنا لما وصلت للنهاية، ارتفع نفس اللي أنا إيش عملت 55 سلسلة، أعمل 55 سلسلة. الآن نرجع مرة تانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبع ثمان تسع عشر. الآن نشوف وصلنا إلى 55، نلاحظ شوفي بهذا الشكل. حنسكر بغرزة حشو، ألف الشغل لأني أنا كنت قاعدة أشتغل على الأمام صح، والفاصل خليته للداخل في الخلف. لاحظي هعمل في نفس المكان هنا غرزة، غرزة حشو، وأكمل غرزة حشو. الآن بس أوريك الشغل، إحنا كنا نشتغل هنا بالأمام صح، وعملنا الفاصل من الخلف أهو هذا الفاصل. اشتغلنا 55 سلسلة، ثم عملت 6 وسويت الوردة، ورجعت 55 سلسلة وأغلقتها بغرزة حشو. الآن أكمل هنا بعد ما عملنا الفاصل. الآن وصلنا إلى الجهة الثانية من الحاشية، وصلنا عند العلامة، طبعا أشيل العلامة وأبدأ أسوي غرز حشو. طبعا الخيط هذا اللي باللون الأصفر أدخله داخل الشغل. هعمل هذه رقم 15 مع رقم 15، وهذا الخيط أدخله داخل عملي. أبدأ غرز حشو في 15 عمود عشان أسكر تكملة الحاشية من الجهة الثانية. لحظة، إحنا لسه كملنا سطر واحد فقط اللي هو الجهة العليا من غلاف المصحف. لاحظ عمود بعمود، ما استعجل، شوي شوي، عمود مع عمود لين ما نكمل 15. طبعا هاي اي خيوط زايدة بعدين حتتقص، ما حتبان ابدا لانه حننظف الشغل. لاحظ اخر هنا اللي هي الزاوية حنعمل فيها كم؟ 3، لأنه حنعمل دوران. لاحظي احنا خلصنا الآن الزاوية، نلاحظ هذا الجزء العلوي. الآن عندي الزاوية هنا، حسوي 3 غرز حشو عشان أخذ دوران. هذه الحين أول واحدة في نفس المكان، هعمل رقم 2 غرزة حشو، رقم 2 في نفس السلسلة، ثم أعمل في نفس السلسلة وغرزة حشو رقم 3. طيب الآن هنا هذا الخيط دخلي في شغلي. الآن هنا خلصنا الجزء العلوي، هذا الجزء العلوي. الآن الجانب الأيمن اللي هي كله أعمدة. لاحظي هنا الأعمدة عند كل عمود، يعني هذا العمود مع هذا العمود،
حنعمل غرزتين حشو، حننتقل عندك العمود هذا مع العمود هذا غرزة حشو، العمود الثاني مع العمود، يعني كل صف مع الصف الخلفي، وهكذا كيف نثبته بغرزتين حشو. يعني الآن الصف هنا مع الصف الخلفي غرزتين حشو، واحد اثنين، ثم انتقل الى الصف اللي بعده نعمل واحد اثنين. ارجو انه يكون مفهوم. الصف اللي بعده هذه العمود مع العمود الخلفي، اعمل ايش؟ غرزتين حشو، واحد اثنين، وهكذا الى نهاية هذا الجانب. طبعا اي خيط هاي ادخله داخل العمل اخفيه، هاي في كل صف، الصف اللي بعده على طول انتقل اعمل غرزتين حشو بدون لا سلسلة ولا حاجة. نلاحظ، شوفي، غرزتين حشو، العمود هذا مع العمود الخلفي من الحاشية، وأثبتهم بغرزتين حشو. أكمل الجانب وأرجع لكم. الآن وصلت عند آخر صف من الجانب الأيمن، أضمهم مع بعض بغرزتين حشو، واحد اثنين. الآن عندي هنا هذا الركن مع هاي الركن، أو الزاوية مع الزاوية. نلاحظ هنا الزاوية، لاحظي بس عشان تفهمي أنه وين الزاوية. الزاوية بالنسبة للغلاف هذا، الزاوية بالنسبة للحاشية هنا في هاي السلسلة، لاحظتوا هاي السلسلة. الآن أضم هذه مع هذه بكم؟ قلنا الزاوية أو الركن أو الكورنر إيش؟ ثلاث غرز حشو، واحد اثنين، كلهم في نفس المكان، اثنين ثلاثة، عشان أعمل دوران. ثم أخذ على طول هذا العمود من تحت، وهذه اللي هنا هذه، لحظة، هاي أضمهم مع بعض بغرزة حشو. طبعا شوي شوي تدخل معاكي ما بينهم، هاي غرزة حشو. طبعا هذا الخيط حتى لو انك ما انتي قادرة تحطيه، تقدري بعدين تثبتيه، يعني تخليه برا وبعدين بإبرة التنظيف نظفي، عادي سهل. الآن عندي هذه الغرزة التالية مع الغرزة التالية هنا، هذه مع هذه غرزة حشو. الآن هذه مع اللي وراها، أثبت إلين ما أخلص الخمستاشر عمود، اللي هو إلى أن نصل عند هذه ماذا؟ العقدة، هذه مع هاي، هاي كلهم إلين ما نخلص الحاشية الأولى، ثبتناها آخر لازم هنا، وصلنا لآخر غرزة الآن. خلصنا هذه الحاشية الأولى، نلاحظ هاي الحاشية الأولى، بس أبغاكم تلاحظوا معي هذه الحاشية الأولى ثبتناها.
طبعا كل هذه الخيوط حننظفها. هاي الحاشية الأولى، أكمل شغل في أني أكمل كامل هذا، نلاحظ إلى أن نصل عند هاي العقدة. الآن وصلنا عند العلامة اللي هي الحاشية الثانية، أشيل العلامة وأبدأ بتكملة الخمستاش. الآن وصلنا عند علامة الحاشية الثانية، شليت العلامة وحبدأ أثبت الغلاف مع الحاشية إلى أن أصل إلى الزاوية. الآن وصلت عند الزاوية، طبعا الزاوية إيش نعمل؟ نعمل 3 غرز حشو، هذه مع هاي، 1 2 في نفس الغرزة، 3. الآن نلاحظ إيش حنكمل؟ حنكمل الجانب الثاني. نلاحظ خلصنا كامل، باقي الحين الجانب الأخير. حنعمل نتذكر إنه في كل صف حناخد عمود من الصف الأول وعمود من الصف الثاني، حنضمهم مع بعض وحنعمل 2 غرزة حشو. نروح الصف اللي بعده، عمود من هذا الصف وعمود من هذا الصف، وحنضمهم ب2 غرزة حشو. عمود من هذا الصف وعمود من هذا الصف، ونضمهم ب2 غرزة حشو. وهكذا إلى نهاية السطر. نلاحظ إلى نهاية السطر. الآن هنا نلاحظ أنه وصلنا إلى آخر الشغل. الآن أضم هذول العمودين مع بعض، العمود الأول والعمود اللي بعد اللي في الجهة الخلفية. الآن وصلنا هنا للكورنر. طبعا إحنا هنا عملنا في البداية 1، باقي منا إحنا نعمل في الكورنر كم؟ 3. الآن هذه 1 وحعمل 2، بنكون أكملنا 3 غرز حشو في الزاوية. طيب كيف أسكر الشغل؟ قلنا بغرزة منزلقة. نلاحظ أدخل الإبرة بس في أول غرزة، ألف الخيط، أخرج من غرزة الحشو وأخرج من هنا وأشد، ثم أعمل سلسلة وأقص الخيط. وأشد وبعدها أنظف العمل. الآن نلاحظ نشوف هذا غلاف المصحف خلصنا، حنشوفه على القرآن، حندخل الحاشية على المصحف، أدخل الحاشية 1، أرتبها، أروح للحاشية الثانية وأدخل المصحف، أرتب العمل، أرتب أيضا من الجهة الثانية، ما تفكري يضيق أبدا، على القرآن نفسه، على المصحف نفسه بالضبط، القياس صحيح. ليش أنا عملته؟ لأنه مع الاستخدام
يتمدد معاك العمل. فأنت علشان تتفادي هذا الشيء تحاولي قدر الإمكان تعمليه، وهذا الفاصل ندخل اهو، هذا الفاصل اهو، طبعا ازينه باللي تبغيه. طبعا في يوم ثاني هعلمكم كيف تعملي هذه القاعدة وهذه الوردة وتلصقيها، وبيكون عندك المصحف الجميل. حطي هنا لولو أو خرز كريستال بهذا الشكل، بتكوني مستمتعة بعمل يدوي من إيدك لتلبيسة القرآن الخاص بيكي. أشوف تطبيقاتكم، وإذا عجبكم الفيديو أعملوا لايك وشاركوه مع أصحابكم في تلبيسة القرآن هذه الجميلة، وجزاكم الله خير.